لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة للعثور على ناجين بين مهاجرين غير شرعيين غرقت سفينتهم البارحة في المحيط الهندي بين إندونيسيا وأستراليا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم، فيما لا يزال 80 آخرون في عداد المفقودين. السفينة كانت أبحرت من سريلانكا متوجهة إلى أستراليا وعلى متنها قرابة 200 مهاجر، وتقدر السلطات الأسترالية عدد الناجين من حادث الغرق هذا ب 109 أشخاص. وأوضحت السلطات الأسترالية أن المركب أطلق نداء استغاثة عصر البارحة أشار فيه إلى أنه يغرق على بعد 120 ميلا شمال جزيرة كريسمس التي تبعد عن أستراليا 2600 كيلومتر.